الفيتامين دي من الفيتامينات المهمة جدا لصحة العظام. هذا الفيتامين عادة نحصل على الكمية الأكبر منه من خلال التعرض للشمس، ويساعد في امتصاص الجسم للفيتامينز للكالسيوم وللفوسفور المهمين طبعا لصحة الأسنان وصحة العظام. من أبرز مصادر الفيتامين دي كما تحدثنا أو كما ذكرنا الشمس، يمكن من خلال التعرض للشمس على الأقل 15 دقيقة في اليوم أن نصنع الفيتامين دي في البشرة، ومن ثم يتم تحويله يعني إلى فيتامين دي في الجسم. أيضا يمكننا الحصول عليه من يعني مصادر طبيعية، مصادر موجودة في الأطعمة، موجود الفيتامين دي في البيض، في اللحوم، في الأسماك الغنية بالدهون مثل السالمون والسردين. أيضا الفيتامين دي موجود في الأغذية المدعمة مثل الحليب، حليب الأطفال، حليب الباودر أو البودرة، موجود في حبوب الإفطار الكورن فليكس، وحتى منتجات الألبان والأجبان المدعمة بالفيتامين دي. ماذا يحصل للأشخاص الذين ينتج عندهم أو يحدث عندهم نقص بالفيتامين دي؟ يتعرضون أكثر لهشاشة العظام، خاصة الكبار في السن، الأطفال يمكن أن يحصل عندهم تشوهات في العظام وغيرها من الأمراض التي ترتبط أيضا بنقص الفيتامين دي وهي عديدة. من هم الأشخاص الذين هم بأمس الحاجة للفيتامين دي؟ النساء الحوامل والمرضعات، المسنين فوق عمر 65 سنة، الأشخاص الذين لا يتعرضون للشمس بشكل كاف، والأشخاص الذين عندهم بشرة داكنة أو سمراء أيضا هم بحاجة للفيتامين دي بشكل أكبر، والأطفال الرضع خاصة ما بين عمر 0 إلى 6 أشهر. لماذا؟ الجواب في هذا التقرير. من الضروري جدا أن ينمو الطفل بطريقة سليمة وصحية، وأن يكون غذاؤه مكتمل العناصر، ومن بينها اليوم نتحدث عن أهمية الفيتامين دي أو الفيتامين دال في بالنسبة للأطفال الرضع وحتى المراهقين. وللمزيد عن هذا الموضوع نرحب معنا بالدكتور سليمان أحمد، وهو استشاري واختصاصي في مستشفى دانة الإمارات فيما يتعلق بأمراض الأطفال وحديثي الولادة. دكتور سليمان أهلا وسهلا بك. إلى أي مدى بالفعل هو مهم اليوم أن نعطي الأطفال وخاصة الرضع مكملات الفيتامين دي؟ طبعا الأطفال حديثي الولادة بحاجة دائما لمكملات غذائية، بالأخص إذا كانوا ماشيين بياخذوا حليب الأم، لأنه حليب الأم لا يحتوي على كافة العناصر والمعادن، يعني بالأخص فيتامين دال. الآن بالنسبة لأهمية فيتامين دال بالنسبة للأطفال، يفضل إعطائهم من بداية بعد الولادة أو الأيام الأولى من الولادة. الفيتامين دال لا يصنع في الجسم، يصنع بحالة واحدة إذا الطفل تعرض لأشعة الشمس لفترة لا تقل عن نصف ساعة يوميا بعد الساعة 10 صباحا. والشيء المهم انه بالنسبه لاطفال حديثي الولاده قبل 6 شهور لا ينصح لاعطائهم اشعه الشمس بشكل كامل بشكل كبير، فبالتالي ما حيحصلوا على فيتامين د. الان فعندنا المصدر الغذائي الوحيد لهم اللي هو الحليب، سواء كان حليب الام او الحليب الصناعي. معظم الامهات للاسف في معظم الدول عندهم نقص فيتامين د بسبب قله تعرض لاشعه الشمس او بسبب انه نوعيه الغذاء، حتى لو كان عندها لا يوجد عندها نقص في فيتامين د. الآن كمية عطاء الحليب بالنسبة للطفل ووجود فيتامين د داخل حليب الأم بتكون كمية قليلة، فالطفل لا يحصل على الكمية الكافية من حليب فيتامين د في حليب الأم، ولذلك يجب تزويده بمصادر خارجية اللي هي على شكل نقاط عن طريق الفم. الآن بالنسبة للحليب، أهمية فيتامين د بالنسبة للأطفال، فيتامين د يعمل على إدخال أو تثبيت اللي هو عنصر الكالسيوم والفوسفور داخل العظام بحيث تنمو العظام بشكل سليم. هذا كان الاعتقاد السائد قديما. الان الدراسات الحديثه اثبتت ان فيتامين د بيلعب دور كبير في مناعه الجسم، يحمي من السرطان ويحمي من الامراض التحسسيه زي الازمه والامراض السكري. طيب ماذا يحصل دكتور في حال امتنعت الام عن اعطاء ابنها الفيتامين دي؟ هل العوارض تظهر مباشره او يتاثر بها في المستقبل؟ الان في البدايه في مباشره لم تظهر العوارض، العوارض تحتاج فتره حتى تظهر منها، مثل العوارض هاي عند الاطفال حديثي الولاده او ما بعد الشهر الاول، خلينا نقول انه بصير في تاخر بنمو العظام، لين وهشاشه العظام، سهوله تكسر العظام، تأخر في نمو الأسنان. الأشياء الثانية بسيطة، ترقق في عظام الجمجمة، اليافوف بيكون بشكل أكبر من الحجم الطبيعي. من الأشياء الإضافية اللي الأهل ممكن يشاهدوها في السنة الأولى بعد الولادة، أنه تأخر في المشي،
تأخر في الزحف، تأخر في النمو، وهم في العضلات أو في آلام في العضلات عند الأطفال. طيب وإلى أي عمر يجب على الطفل أن يأخذ الفيتامين دي؟ يعني هل يمكن للأهل أن يعطوا أطفالهم قدر يعني قدر الإمكان يعني هذا الفيتامين؟ الآن بالنسبة للفيتامين دي كجرعة وقائية أو كجرعة غذائية مكملة، معظم الدراسات تفيد لغاية السنة الأولى من العمر يجب على الطفل تناول فيتامين د. بعد هيك الآن الفيتامين د زي ما قلنا احنا الآن الطعمة اللي ممكن نحصل على الفيتامين د هي أول شيء الحليب، الشيء الثاني اللي هي زيت السمك، بعض الأغذية طبعا الحليب المدعم بالفيتامين. الحليب المدعم طبعا، لأن حتى الحليب المدعم الطفل مشان يحصل على كمية كافية من فيتامين د حتى نقول والله إنه هل لا يتوقف عن إعطاء النقاط عن طريق الفم، يجب أن يحصل على لتر كامل أقل شيء يوميا، وهذا طبعا عمر لا يحصل ما بحصل في الشهر الأول بالضبط، فبالتالي يفضل إعطائهم اللي هو فيتامين د عن طريق الفم على شكل نقاط. طيب وفي حال مثلا يعني كنا في موسم الصيف والأطفال يلعبون في الخارج، بتعرف في معظم الأوقات يعني على يعني السباحة وإلى ما هنالك، هل يمكن للأهل أن يتوقفوا خلال هذه المرحلة لمدة 3 أشهر مثلا للاستعادة أشعة الشمس؟ أشعة الشمس الآن هو الفيتامين د أو اسمه فيتامين أشعة الشمس، إذا تعرض الطفل لفترة لا تقل عن نصف ساعة يوميا لأشعة الشمس بين 10 صباحا و4 عصرا ممكن أن توقف عن إعطاء فيتامين د، ولكن هم طبعا في بلادنا والجو اللي احنا فيه طبعا صعب الحصول، يعني ممكن الطفل مثلا يتعرض يوم او يومين هذا غير كافي انه يوصلنا فيتامين د. بعدين طبيعه البشره عند الاطفال تختلف، الاطفال اللي بشرتهم فاتحه بيحتاجوا مثلا نصف ساعه، الاطفال اللي بشرتهم داكنه بحاجه اكثر بالضبط بحاجه لوقت اطول، تحط الطفل بوقت اطول ممكن يتعرض لضربه شمس، وبالتالي ما حنخاطر انه والله بس نعرض الطفل لاشعه شمس حتى انه نستثني نعطيه اللي هو نقطتين او 1 ملي من فيتامين د اللي هي الجرعه اليوميه الغذائية بالنسبة له. دكتور سليمان يعني نحن بنشكرك كثير على هذه النصائح القيمة، بالفعل يجب عدم إهمال هذه النقطة بالنسبة للأطفال، وشكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا. شكرا لك.